بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إن شاء الله نبدأ دلوقتي مع الـ Comparative Genomics Session رقم 3 في الموديول رقم 5. هو متقسم لخمسة بارت. الـ Comparative Genomics إيه هو أصلاً؟ الـ Genomic Variation أو الـ Comparative Genomics برضه. تلات أسئلة: WWH اللي هو Why, What and When, و How. وهيتكلم عن الـ Input، هيتكلم عن الـ Methods، ويتكلم عن الـ Output. يعني الـ Input والـ Methods دي تقريبا هما الاثنين دول التكرار يعني للأجزاء كده هتشوفوها. يعني سيشن 1 بيتكلم زي ما قلنا الـ Comparative Genomics Navigate Through Genomic Resources. المفترض ان احنا بنشوف الـ Genomic Resources يعني عشان نعمل Retrieve Information on Specific Genes. الـ Specific Gene دي يا اما Sequence يا اما Variants يا اما Source Logs. بنعمل Viewing و interpret لي الجينوميك alignment اللي هيحصل. الجينوميك comparative genomics introduction. what is it؟ يعني ايه هو comparative genomics؟ comparative genomics مبني في الاساس على ان انا عندي genomic variation. ده بيحصل في كل الorganisms، بيحصل لها genomic variation. الجينوميك variation ده بيكون له تأثير على الstructure بتاع الجينوميك او الfunction بتاعته او على الـ organization، ترتيب الـ genes مثلاً جوه الـ genome. وده ممكن طبعاً يكون يعني خلينا نعرف نشوف الـ evolution اللي بيحصل ما بين الـ organizations، يعني أو العلاقات اللي بينها وما بين بعضها. تمام. كتعريف comparative genomic، هو التعريف بتاعي comparative genomic deals with process of comparing sequence of whole or parts of genomes. يعني أنا ببدأ أقارن ما بين genomes وبعضها، جينوم لكائن وجينوم لكائن آخر، أو within نفس ال species، يعني في نفس ال species بالجينوم والجينوم لفرد وفرد. يعني إذا كان في اختلافات ما بينهم فأنا عايز أشوف الاختلافات اللي حصلت في الجينومات بتاعة الأفراد مثلاً. لكن مش شرط يكون ال whole genome، ممكن يكون parts من الجينوم، بس بتبقى في الغالب large parts. من خلالها بحاول اعرف السيميلاريتيز والديفرنسز بين الفيتشرز الموجوده في الجينومز دي، واعرف العلاقات التطوريه ما بين الجينومز، الجينومات وبعضها، او الكائنات وبعضها. تمام. طيب هنا يعني هو بيبتدي مثال يعني لل comparative genomics ما بين الكائنات وبعضها. فانا عندي مثلا زي organism A1 وorganism A2 وorganism B. هنا هي يعني بتتكلم، يعني ممكن لانها تتكلم عن المثال ده فيما بعد بالشكل ده، هي جايبه يعني شكل اكل. يعني ده هي طبعا هي من تونس، فجايبه الكسكسي التونسي كمثال. فبتقول ان organism A وorganism A1 و A2 دول نفس الorganism او نفس السبيشيز او كلوز ريليتد سبيشيز لبعضهم. ايه الفرق بين الاي 1 والاي 2 من حيث الجينومز او الجينوم او الفيتشرز؟ يعني مثلا هي في الاخر هتتكلم لك عن الريد بيبر. يعني انت لو بصيت هنا للمثال هتلاقي فيه هنا ريد بيبر اللي هو ده سبايسي دونتس نايس سبايسي، دي فيتشرز بتاعته. لكن في الاورجانيزم دي اللي هو ديستنت ريليتد، حاجه مختلفه تماما، ده تقريبا سي فود ولا حاجه زي كده. يعني بتكلم على انه في جينوم بي وعندنا فيتشر بي، يعني جينوم مختلف له فيتشرز مختلف عن التو اورجانيزمز اللي كانوا موجوده. فانا ببدا من خلال الكومباراتيف جينومكس ده ببدا اقارن ما بين السبيشيز من حيث الفيتشرز ومن حيث الايفولوشن. مجموعه من الاسئله يعني عايز هي بنستخدمها عشان نعرف يعني اكتر عن الجينوميك variation، the genomic variation and comparative genomics. قلنا الـ comparative genomics مبني على الـ genomic variation ما بين الـ species وبعضها. هندخل نتكلم على الـ genomic variation. تمام. why would a genome evolve؟ ليه الـ genome بيتم يعني بتطور؟ يعني في الغالب في كل الجينومات بتاعة أي كائنات بتبقى فيها نوع من الـ plasticity، يعني من الـ السلاسة يعني. تمام. allows organisms to عشان يعمل تخلي الأورجانيزم، السلاسة اللي في الجينوم دي بتخلي الأورجانيزم أو الكائن اللي عندي إنه يعرف يعمل adaptation مع التغيرات البيئية اللي موجودة.
يلاقي بيست باس فور ايفولوشن انه يعرف يتطور يعني. بالنسبه مثلا لي زي حاجات زي البروكاريوتس انه يبقى مثلا يلاقي فيريولنس جينز انهانسد بس جينيستي بتاعته انه يبقى ممرض يعني, بحيث انه يقدر يدافع عن نفسه او يقدر يعني يستمر في الحياه, وانه يكون ريزيستنس تو دراج تمام. فبالتالي بيحتاج ان الجينوم بتاعه يتطور او يحصل فيه فاريشن عشان يبقى مقاوم لبعض الادويه, وبالتالي فبتزود السرفايفل تشانس قدرته على المعيشه في البوبوليشن بتاعه تمام. دي وده زي مثال يعني كده, دي كائن بس جنيه, ما كانش بس جينيستي, يتحول بيعمل اكويريشن ل نوع من البسوجينيستي عشان يبدا ياثر على نبات معين هو بيتطفل عليه, وبالتالي بعد ما كان الكائن ده غير ممرض بيتحول لكائن ممرض تمام. يمكن احنا اتكلمنا على الجزئيه دي في احد السيشنز, عن هي الجين ترانسفير ليه الكائن زي البكتيريا مثلا ليه ممكن تقبل كائن تاني يعمل انفيدنج داخل جواها ويتحول من باثوجين من نون باثوجين لباثوجين تمام. ليه هي بتقبل الجينات دي؟ ليه الجينات الجايه من مثلا من فيروس مثلا تبدا انها تبقى امبيبد جواها وبالتالي تتحول البكتيريا من بكتيريا غير ممرضه لبكتيريا ممرضه؟ لان ده بيفيدها زي ما قلنا في انها تبقى في عمليه المعيشه وفي الدراك ريزيستنس مثلا, فهي بتكسب صفات جديده هي محتاجاها يعني. طب ايه ليه الجينوميك فاريشن ده بيحصل, او ايه هي امتى بيحصل يعني, وين الجينوميك فاريشن ده بيحصل؟ بيبقى زي ما قلنا ممكن يحصل جين ترانسفير زي ما انا لسه قايل دلوقتي, او يحصل انفايرمنتال بريشر يعني في ايفنت يحصل او في فاكتور تحصل تبدا تاثر على الكائن ده, فبالتالي يتغير الجينوم بتاعه يحصل فيه جينوميك فاريشن, منها طبعا زي البي اتش التمبريتشر او الهوست او الباثوجين زي ما احنا لسه جايبين المثال بتاعنا. طب ايه اللي هيتاثر في حاله ان انا حصل جينوميك فاريشن عندي؟ هي اللي هيتاثر عندي ممكن اوفر اول جينوميك سيكونسز, فبالتالي سيكونس بيحصل ري ارينجمنت لبعض السيكونس جوه الجينوم, الدي ان اي ستراكشر, الريجوليتوري اليمنتس, الجين سايز والنمبر والفانكشن والدنستي, في النيكلوتايد كومبوزيشن, كل ده ممكن يحصل يتاثر بعمليه الجينوميك فاريشن. طيب ده بيحصل ازاي يعني؟ لارج جينيتك ممكن يبقى فيه لارج جينيتك ستراكشر فاريشن زي ما احنا قلنا اللي هو الاس في ستراكشر فاريشن, يحصل عمليه دوبليكيشن, القطعه مثلا ريجن تحصل لها دوبليكيشن, او مثلا حاجه زي الترانسبوزبل امس اللي هي ريترو ترانسبوزونز, دي طبعا حاجه موجوده يعني في كائنات كتير ومنها الانسان, المناطق بيحصل لها كوبي بيست او كاتو بيست يعني تبقى موجوده في يعني بورشن كده او جزء من ممكن من جين ممكن من نون جين, جزء انترونيك يحصل فيه انه يحصل له كات تمام, يتقطع من مكانه ويتحط في مكان تاني تمام. في الحاله دي انا الجين عندي هنا ما بيحصلش, لو انتم فاكرين هنا احنا بنقول جين جينز سايز, زي الجين سايز ده بيتغير, انا عندي جزء من الجين بيتقطع ويبدا يركب تاني, ممكن يركب في مكان تاني او في جين تاني او في منطقه تانيه, وممكن يبقى يركب بنفس الاتجاه وممكن يركب او يدخل تاني بشكل انفيرجن, وزي ما قلت ممكن يبقى كات ممكن يبقى كوبي يعني ممكن اعمل كوبي من الجزئيه دي وابدا ادخلها تاني, ودي هي بنسميها زي ما قلنا الريترو ترانسبوزونز اللي موجوده في الانسان باي سوي. ممكن عن طريق الايفولوشن اوف جينز ويز نوبل فانكشن او اكزون شافلينج, ودي اللي قلنا عليها ان انت ممكن الجين لما بيحصل له اكسبريشن في الاكسبريشنز دي يعني اكزون 1 و 2 و 3 مش شرط يحصل الاكسبريشن ده ان اكزون 1 و 2 و 3 يتزلوا بنفس الترتيب كده, او اكزون 1 و 2 بس هم اللي يحصلهم اكسبريشن و 3 لا, او يحصل انفيرجن يعني حاجات كتير قوي ممكن داخل جوه الاكزون شافلنج دي فبتؤدي لجينوميك فاريشن. ازاي بنقيس بقى التشينجز دي, هاو تو ميجر ذا تشينجز ان جينوم؟ من خلال المقارنه ما بين تو جينومز
تمام، ان انا ابدا اقارن ما بين تو جينومز مثلا، فبالتالي اعرف ايه التغييرات اللي حصلت، تمام، او ان انا ما بين سيفرال جينومز، السيكونس فاريشن دي بتكون هي اللي بتقدر اللي بسميها بقى القصه دي بتاعت الكومباريتيف جينومكس. انا بقارن الجينومز ببعضها، يا اما بقارن تو جينومز، يا اما بقارن سيفرال جينومز، عده جينومات. ليه انا هعمل comparative genomics؟ why we compare genomes to identify evolutionary history، اعرف التاريخ التطوري للكائنات. highlight sentient sentiny، هنعرف يعني ايه sentiny دي بعدين. هنعرف ال identifying، هنعرف يعني الجينوميك rearrangement، سواء large زي large structural variant يعني من خلال الجينوميك comparative genomics، تعرف اذا كان في تغيرات تركيبية حصلت. برضو زي ما قلنا بتستدي الـ evolution for some organisms زي الفيروس، understand disease outbreak، identify pathogenicity marker و drug targets. ليه بقى احنا برضو بنعمل كده؟ عشان من خلال comparing الـ small portion دي او الـ large portion، سواء portion يعني من الجينوم او الجينوم بكل، could be genes screen for functional gene gain، لو انت بتشوف هل هو في جينات اكتسبت بعض الصفات الجديده او بعض الوظائف الجديده، screen for functional gene loss، هل في جينات فقدت وظيفتها، gain of new function، هل في exons conserved pathways، والcoding والnon coding، not encoding region، not coding جوه الجينوم بتاعه. When do we need to use comparative genomics؟ امتى انا بستخدم comparative؟ نكمل، احنا كنا بنقول امتى when we need to use comparative genomics. Establish genetic and evolutionary relationship، انا عايز اعمل relationship evolutionary relationship، عايز اعرف هل في evolutionary relationship سواء على مستوى الـ entire organism، على مستوى الكائن كله أو الهول جينوم كله أو على مستوى السيكونسز بس. في الحالة دي أنا بعمل comparing للفيتشرز بتاعت الـ one or more genomes to feature of another genome كreference يعني. إحنا طبعا خدنا المرة فاتت عرفنا يعني إيه reference genome. وبالتالي أقدر أعرف الـ structural elements والـ regulatory elements الموجودة، وابدا احدد الفيتشرز دي ما بين مثلا زي ما قلنا تو جينومز او سيفرال جينومز. ال ات كود بي كلاسيفايد كومبارتيف جينومز، ده ممكن يكون جينوم ستراكشر او جينوم فانكشن او جينوم ايفولوشن. انا هنا بستخدم عشان اعرف القصه دي، اعمل اللي هو اعرف الجينوم ستراكشر او فانكشن او ايفولوشن، بعمل سيكونس الاينمنت. Sequence alignment ده بيفيدني في ان انا اعرف الفيتشرز بتاعت او اعمل comparative genomics يعني. وطبعا بيعتمد في الاساس برضو على الفيلوجني عشان اعرف العلاقات التطورية ما بين الorganisms وبعضها. طيب ده بيتم ازاي يعني او هاو؟ من خلال الاورجانيزمس، اسف الالجوريزمس والبروجرامز اللي زي ما احنا شفناها. بالنسبه للفيترو، لو انا بشتغل يعني زي عملي يعني، فبستخدم فيها عندي بعض التكنيكس دي الخاصه بالمولكيولر جيناتكس يعني او مولكيولر بيولوجي، فلورسنس ان سيتو هايبريدايزيشن، ده اسمه الفيش تكنيك، اسمه فيش تمام. وفي واحد تاني اسمه سكاي، وفي الكومباراتيف جينوم هايبريدايزيشن، دي تكنيكس اكسبيرمنتال تكنيكس يعني او تكنيكس عمليه يعني. تمام، ايه الاوت في 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 الكومباراتيف جينومكس؟ ايه الاوتبوت الانبوت عندي؟ الانبوت اللي انا بدخله عشان اعمل كومباراتيف جينومكس بيبقى داتابيزز او انديفيدوال جينوم بروجكتس او انديفيدوال سمول سكيل سيكونس بروجكتس. يا اما بيبقى عندي داتابيزز هي اللي بجيب منها، يا اما في انديفيدوال جينوم، حد عامل الجينوم بتاعه يعني تمام، يا اما individual small scale sequencing projects يعني بعض السيكونسز اللي عندي
في النهاية يعني هي مجموعة من السيكونسز. السيكونسز دي بعمل لها alignment باستخدام الالجوريثم، وبالتالي أقدر أعرف الإيفوليوشن، أعرف structure أو function، سواء differences أو similarities ما بين الجينومز بعضها. تمام، هيتكلم هنا يعني بالتفصيل يعني شوية عن الانبوت مثلا comparative genomics input. فكل الavailability genomes sequenced دي تعتبر input، أي جينوم موجود عندي لأي كائنات سواء بروكاريوت أو إيكاريوت أو أي كان، تمام، دول كلهم جينومز قابلة إن أنا أعمل بها comparative genomics. زي مثلا هو هنا جايب مثال، مثلا لو بصينا أنا عندي هنا حوالي 16788 جينوم، تمام، موجودين. كل دول available إن أنا أعمل من خلالهم comparative genomics ما بين الكائنات وبعضها، زي مثلا في الإيكاريوت والبروكاريوت والفيروسز والبلازميدز والأورجانيزمز، كل دي جينومز موجودة. بالإضافة يعني أن في داتابيز زي خاصة ب مختلفة يعني خاصة بالجينومز، أقدر من خلالها أكيد جينومز أقدر أعمل بيها كومباراتيف جينومكس. تمام، هنا هو بيتكلم على دي بيبرز يعني امثله لمستخدمه وتولز مستخدمه في عمليه الكومباراتيف جينومكس. ايه هي الفورمات اللي بتستخدم؟ هي الفاستا فورمات والجين بانك والاكسيشن نمبر، دي كلها سيكونسز او فورمات لفايلز انا ممكن استخدمها كانبوت في الكومباراتيف جينومكس. طبعا هنا هو جايب البلاست، والبلاست زي ما انتم هنا شايفين هتلاقي في حاجه اسمها بلاست جينومز. في عندي هنا هيومن وماوس رات ومايكروبس، فالمايكروبس دي جواها مجموعه من الجينومز. ممكن اعمل اجينست ليها يعني سيرش اجينست الجينومز دي، تمام، فاستخدمها يعني. وهنا طبعا هو جايب شكل البلاست العادي يعني اللي هو ده البلاست نيكلوتايد بلاست، وانا بتكلم على جينوم يبقى هتشتغل على بلاست ان، تمام. فانت بتختار النوع الجينوم اللي انت عايزه زي مثلا مايكروبيال نيوكليوتايد بلاست، وبتختار الاول جينومز ولا في كائن معين انت عايز تشتغل عليه، وتبدا تشتغل يعني كومباراتيف جينومكس في الحاله دي في عمليه على البلاست. الميثودز، ودي طبعا زي ما قلت لكم هنا هندخل بقى في السيكونس الاينمنت فور دي ان اي، هيبدا يعيد بقى دي الجزء اللي بقول لكم ان هو هي اعاده لي اللي شرحناه قبل كده في الجزئيه بتاعه البير وايز الاينمنت والمالتيبل سيكونس الاينمنت الميثودز اللي احنا شفناها. هتلاقي كلام عادي خالص، دي ان سيكونس الاينمنت كونسيست اوف الايننج تو دي ان اي سيكونس ان اوردر تو ايدنتيفاي ريجن شوينج سيكونس سيميلاريتي، عشان اعمل هايلايتس لي ايفولوشن والستراكشر والفانكشن، وادي جاب وادي مش عارف ايه يعني والسيكونس الاينمنت بيعمل كذا، في لونج سيكونس ومور سيكونس لارج نمبرز. انا كده هحتاج لو انا عندي اللونج سيكونس او لارج نمبر اوف سيكونس هحتاج الجوريزمز. الجوريزمز دي يا اما جلوبال، في عندي جلوبال الاينمنت، في عندي لوكال الاينمنت، وعندي وبالتالي انا بتكلم في بير وايز الاينمنت وفي مالتيبل سيكونس الاينمنت. البير وايز الاينمنت في ميثود مش عارف دوت ماتريكس والدايناميك بروجرامينج والورد وايز، كل ده احنا قلناه يعني، انا ما اعرفش هم جايبينه ليه تاني. تمام، الدوت ماتريكس بيعمل كذا، فانت لو عندك مش عارف ريبيتس هيبقى شكله كذا، لو عندك انفيرت هيبقى شكله بالشكل الفلاني. تمام، الديناميك بروجرامينج هو والماتش والميس ماتش والسكور بتاعه. في الديناميك بروجرامينج عندنا الجلوبال واللوكال، الجلوبال الاينمنت بيشتغل ازاي واللوكال الاينمنت بيشتغل ازاي والورد بيزد بتشتغل ازاي، وايه هو البلاست وبيلد يعني انا ده تكرار انا ما اعرفش هم حاطينه ليه يعني. والسيكونس الاينمنت وهنا هو بيكمل فيه الورد بيزد ميثود بتاعه البلاست، يعني بيشرح لنا البلاست تاني يعني. هنا هي والشكل الجرافيك بتاع البلاست هيبقى عامل ازاي، دي الريزلتس بتاعه البلاست والورد بيزد، بعدين داخل على المالتيبل سيكونس الاينمنت. هو هنا برضو هيتكلم يعني على عن حاجه برضو داخليه، هيتكلم على زي ما انتم شايفين كده كل اللي انتم شفتوه في البير وايز، هيتكلم على حاجه قريبه منه يعني. برضو في عندي دايناميك بروجرامينج والبروجريسيف ميثود والايتريتيف ميثود والهيدن ماركوف موديل، يعني الكلام ده احنا برضو يعني ايه تعرضنا له شويه يعني.
جوه المالتيبل سيكونس الاينمنت وانت ممكن تعمل خلاص كلاس تال والتي كوفي. فتقريبا هم بيعملوا لكم مراجعه في الجزئيه دي يعني المالتيبل سيكونس الاينمنت بروجريسيف ميثود في الكلاس تال وفي هيدن ماركوف موديل. والسكورز في المالتيبل سيكونس الاينمنت يعني بس كده. فبدا بقى هو الجينوم الاينمنت والجاي على المهم بقى يعني هي دي المشكله اللي انا من زمان ودي على فكره دي حاجه انتم ممكن تعترضوا عليها بالمناسبه يعني طبعا مش باب الاثاره ولا حاجه بس انتم ممكن تعترضوا عليها في الكورس لان في احنا فاكر احنا كنا في احد الكورسز كنا اعترضنا على شرح معين واتلغى الجزئيه اتلغت الجزئيه دي ما كانش في الشرح فيها كويس وبتشال من الكورس يعني. فهنا هو هيجي في الجزء بقى اللي هو يعني في تولز وفي حاجات المفروض بقى يعني يعرفك شويه ويشرح لك شويه حاجات ولا هيقول حاجه للاسف. هيقول لك مثلا انت عندك في هول جينوم الاينمنت في عندك حاجه اسمها المامر الترا فاست الاينمنت بدل الجين ده اللينك بتاعه خلاص كده. وفي عندك الارتمس لو انتوا فاكرين جبت لكم سيره الارتمس ده قبل كده وشفنا البرنامج بشكله وجبنا من عليه الجي سي كونتنت لو انتوا فاكرين بتاعت الجينوم كله تمام. وهنا في الارتمس ده تول عشان تشوف تعمل يعني تشوف الباب زي ما هو كاتب كده بابليكابلي افيلابل بروكاريوت جينوم كل الجينومات بتاعت البروكاريوت انت ممكن تشتغل عليها اللي هي طبعا منتشره او معموله يعني ممكن تعمل لها فيزواليزيشن في الارتمس ده تمام. وممكن تشتغل عليه يعني احنا بعدين ممكن بعد الكورس ده ممكن نبقى نجيب لكم الارتمس ده ونشرحه يعني بالظبط هو بيشتغل ازاي يعني تمام. في مثلا داتابيز زي الانسامبل والفيستا تمام. الانسامبل طبعا هو ده اللي احنا شغالين عليه لكن في حاجه ثانيه اسمها فيستا هو ما مش يعني اجيب سيرتها في شريحه واحده كده وخلاص يعني فين هو ضيع وقته او ضيع من وجهه نظري يعني مش ضيع وقته يعني هو اكيد كلام مهم بس في تكرار يعني هنا كان اولى ان هو جابه في حاجه ثانيه يعني. هنبدا نتكلم بقى بعد كده على الكومباراتيف جينومكس الاوتبوت بتاع الكومباراتيف جينومكس او الجينومكس. في اول حاجه عندي الجينومكس ستراكشر لما بتكلم على ان انا بعمل انالايزنج للجينوم ستراكشر ده معناه ان انا ببص على الجي سي كونتنت تمام وببص على الكودن بايز والنيوكليوتيد ديستريبيوشن اللي هو الكودون بيز ده اللي هو التحيز للكودون اي كودون هو بيستخدمه الجينوم ده بيستخدم ان كودون تمام. لان زي ما انتم عارفين ان في ودي نقطه مهمه في ناس برضو ما جاش ذكرها قبل كده انا واتش ليها عنها في الحياه البدائيه اللي كنا بنتكلم فيها واللقاء البدايات يعني او الاساسيات بتاعه حاجه اسمها الكودون بيز. الكودون بيز دي معناها الاورجانيزم ده او السيكونس اللي انت شغال عليها دي بتستخدم انهي كودون عشان تطلع الامينو اسيد. يعني زي ما احنا عارفين احنا عندنا ثلاثه مثلا ارتباطا كده عندنا لكل امينو اسيد في ثلاثه كودون صح ده اللي بيتقال يعني بغض النظر عن المنطق الاصلي. فانا بالتالي عندي مثلا اي تي تي ومش عارف سي تي اي ومش عارف اي حاجه ثانيه الثلاثه دول بيطلعوا مثلا حمض الاميني اليوسين مثلا مثال ارتباطي كده. طيب الكائن اللي عندك ده او على مستوى السيكونس حتى اللي عندك ده الجين بس اللي معاك ده انهي كودون هو بيستخدمه عشان يطلع التي دي فرق يعني انا ممكن الاقي هنا عندي كائن بيطلع اليوسين وكائن ثاني بيطلع اليوسين تمام. لكن الكائن ده بيستخدم الكودون ده والكائن ده بيستخدم الكودون ده دي حاجه بيسموها الكودون بايز اللي هو التحيز يعني هو بيتحيز لانهي كودون بايز يعني تحيز بيتحيز لانهي كودون عشان يطلع الامينو اسيد بتاعه تمام. وليها نسب بقى يعني الكودون ده مستخدم باكثر من مره هو الاكثر نسبته كذا والفراكشن بتاعه كذا والكودون الثاني ده بيستخدم اقل تمام. فدي بتستخدم كمان في الديفرنشيشن بين الاورجانيزمز وبعضها. طيب كمان ببص نكمل يعني ببص على الجينوم اورجنايزيشن يعني الاس اف الاس في دي اللي هي ستراكشر فاريانت ايفنتس والجينوميك ري ارينجمنتس يعني ايه اللي حصل السيكونس كونزرفيشن برضه ببص على الحاجات الثابته اللي مثلا موجوده زي الريجوليتوري اليمنتس في ريبيتيتيف ريجونز
والسنتني سنتني برضو هيجي سيرتها بعدين اللي هي conserved or not. على الجين ليفل انا ببص على الجين اوردر يعني ترتيب الجين عامل ازاي او شكله عامل ازاي. لما باجي بتكلم على جينوميك فانكشن وعامل analyzing الفانكشن في الجينوم فببص على هل هو نون كودنج في المنطقه بتاعت النون كودنج سيكونس ليفل بشوف الريجوليتوري فانكشنز بتاعتها. وفي حاله الكودنج سيكونس بنعمل يعني انسايتس للفانكشنز بتاعته المنطقه الكودنج دي وكونفرجن سيكونسز كومبير بروتين كودنج بورشنز من خلال الالجوريزمز بتستخدم عشان تعمل الكلام ده. في الجينوميك ايفولوشن طبعا المالتيبل سيكونس الاينمنت زي ما احنا عارفين هو هيكون الاساس عشان اعرف اصلا اشوف اذا كان في هومولوجي واعمل استيميت للايفولوشن ديستنس بين السيكونس او الاورجانيزمز. بستخدم المالتيبل سيكونس الاينمنت عشان اعمل جينوميك ايفولوشن ما بين الجينومز وبعضها. ده بيكون يا اما على الانتاير جينوم يعني بجيب الانتاير جينومز كلها واعمل بيها مالتيبل سيكونس الاينمنت او ممكن اعمل من خلال جين واحد بس او سيكونس مش جين واحد يعني جين واحد في الكائن بتاعي ومع الكائنات الاخرى ممكن اوصل ان انا اعمل جينوميك ايفولوشن. تمام based on entire genome comparison phylogenetic relationship between organisms في قاعده يعني anything found to be true دي بيسموها او دي بيسموها previous dogma الحاجه الاساسيه. لو انا عندي حاجه موجوده جوه الاشريشيا كولاي it must be true for elephants يعني لو في حاجه موجوده حقيقيه جوه الاشريشيا كولاي يبقى معناها انها موجوده برضو في الاليفنتس على أس... يعني هو يعني بني ده على فكره ان في جينوميك ايفولوشن ما بين الكائنات وبعضها. وبالتالي انا ببدا اقارن ما بين الكومبيرنج كلوز ريليتد سبيشيز وكومبيرنج ايفولوشنري ديستنس سبيشيز. هنا طبعا هو جايب مثال يعني على كومبيرنج كلوز ريليتد سبيشيز يعني الكائنات دي كلها فيها شبه من بعضها تمام في حين ان في اختلافات كبيره ما بين الكائنات ديت وبعضها. طبعا رجعت تقريبا هي بتحب الاكل يعني فرجعت تجيب الجزء بتاع الاكل ده فانا دول تو سبيشيز بالنسبه لها يعني كلوز ريليتد لان الاثنين دول حاجه واحده. الفرق ما بين ده وده ان ده سبايسي وده ده سبايسي وده اسف ده نوت سبايسي وده سبايسي. فبالتالي انا هنا من خلال الكومباراتيف جينوميك مثلا انا اقدر اقارن ما بين ده وبين ده الاثنين واحد تمام وده نوت سبايسي وده سبايسي يبقى في الغالب ايه هو السبب ايه اللي خلى ده سبايسي هو ده ال 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 الريد بيبر ده والفلفل الاحمر ده هو ده السبب هو ده الحاجه الفيتشر اللي موجوده في السبيشيز دي اللي خلته يختلف عن السبيشيز دي. فدي بالنسبه كومبيرنج كلوز ريليتيفيتي حاجه ايزي قوي ان انا اعملها كائنات شبه بعضها او حاجات شبه بعضها فبالتالي اختلاف واحد ممكن اخليه مرتبط بصفه موجوده عندي مختلفه. لكن في الحاله دي لو انا بعمل كومبيرنج ايفولوشنري ديستانس مش الموضوع بيبقى فيه صعوبه كبيره. يعني لو جيت قارنت ما بين نوت سبايسي وسبايسي هنا ما اقدرش اقول ان السبب هو اللون الاحمر مثلا يعني اللي هنا مثلا ده ريد بيبر ريد بيبر فده فلفل احمر لكن هنا في طماطم تمام فما تقدرش تقول ان السبب هنا هو اللون الاحمر اللي خلى ده سبايسي وده مثلا او مش سبايسي او مش 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 كده. رغم وجود اللون الاحمر مثلا معلش انا اعيد الصيغه ثاني رغم وجود اللون الاحمر مثلا الا ان ده كان سبايسي وده مش سبايسي فما اقدرش اقول ان اللون الاحمر هنا تمام هو المرتبط بعمليه السبايسي لان هو موجود في الكائنات دي ومالوش تاثير في حين ان هنا في الكلوز ريليتد كان له تاثير كصفه يعني او كفيتشر اقدر استخدمه في ان انا اقول ان ده سبايسي وده مش سبايسي تمام وهي هنا جابت ان هي قدروا يستخدموا الموضوع ده في كمثال يعني هم في الابولا فيروس لارجست اوت بريك لما حصل انتشار لفيروس ايبولا اللي كان موجود في غرب افريقيا وكان بسبب نزيف حاد يعني بيؤدي الى الوفاه وكان له يعني قتلى كثير في افريقيا يعني ولكنه ما كانش سريع الانتشار زي الحاله اللي احنا فيها دي ويدروا هنا ان هم يعملوا كومبارزن اوف
100 يعني 100 افيلبل ايبولا فيروس من نوع الفيليفريدي جينوم تو ايتش اذر، ان هو دول نفس الكائن نفس الكائن بداوا يقارنوه مع بعضه، وبداوا يقارنوه مع فيروس او فيرال جينومز ثانيه. وكان ده الايبولا ده كان very different، كان مختلف عن كل الفيرال جينومز اللي كانت موجوده قبل كده. وبالتالي يعني هم قدروا يستخدموا ده في ان هم يطلعوا فيتشرز معينه خاصه بيه، فبالتالي قدروا يعملوا potential vaccine، يعني اللي عرفوا يوصلوا لفاكسين محدد قدروا يستخدموه في حالة الإيبولا فيروس. في الجينوميك structure برضو في ده genetic map لحاجة اسمها UPEC strain، تمام، الكروموسوم، تمام، دي شرشية كولاي يعني، وده زي ما قلوا genetic map ل للكروموسوم ذا يعني. ودي برضو كروموسومز ثانية أو جينوم ستراكشر أو جينيتك ماب لمجموعة من السترينز الأخرى. هنا مثلا في حالة ده أول سترينز ده نوع تاني، بي ده نوع بيمثل سترين، وبي سي سترين معين، ودي ده جينوميك إيفوليوشن أو جينوميك كومبارتيف جينوميكس. وده برضو هنا بتكلم على كمثال للجينوميك ايفوليوشن في الفايلوجينيتك ريليشنشيبس ل جينوس معين. وهنا جاء حد جاي في المهم وقالت لكم انا ما فيش وقت ان انا اشرح لكم الكلام ده بسبب الموضوع كده. دي يمكن هنبقى نشوف يعني حاجه مثال مصغر ليها يعني، واحنا بنتكلم في الموديول بتاع الموديول بتاع الفايلوجينيتك يعني ان شاء الله.